ننطلق من هذا السلال، من هذا السلال ننطلق بالتقرير الى واحدة. اليوم الخميس الخامس عشر من الشهر الخامس 433، أنشد سحاب الساعة 4:30، فسالت الأودية بقدرها، وانظروا إلى بروق، وانظروا إلى السقايا، وانظروا إلى الجمال، الجمال الطبيعي الرباني ليه، وانظروا ما أجمله من منظر، منظر يصلب العقول ويصلب القلوب، منظر لا يكاد يرى أحدنا إلا أن يقول سبحان الله على هذا الجمال، سبحان من أوجد هذه الجمال. انظروا كيف أشرب الماء، انظروا انظروا انظروا.